يا بكرة في اجتماع مع الكابتن حازم إمام، أسامي المدرب العام أسامي كتيرة جدا، أيضا رئيس لجنة الحكام الجديد وصل بالفعل وابتدى يشتغل ولا هيشتغل الموسم القادم، أسئلة كتيرة جدا جدا جدا. أكيد الكابتن حازم إمام عنده إجابات. كابتن حازم مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. أخبارك يا كابتن؟ عامل إيه؟ كله زي الفل الحمد لله. طبعا أنت اشتغلت كأنك لم تعمل من قبل. ليه بس؟ حازم امام دلوقتي على طول مشغول، على طول تليفون، على طول رايح، على طول مش بتاع الحاجات دي انت. لا والله مجهود. انا بس الاول قبل ما ابتدي معاك ببارك لاحمد وببارك للمنتخب كله 2003 كابتن محمود جابر، بقول لهم هارد لاك على امبارح، عملوا ماتش كويس جدا جدا، وللاسف برضه ضربات الجزاء دي ولا ضربات ترجيحيه دايما للاسف الفتره اللي فاتت في مشكله فيها، بس عملوا الولاد عملوا كل اللي يقدروا عليه بصراحه، وكانوا جايين فل وكانوا كويسين جدا وعملوا بطوله رائعه. كابتن محمود جابر عامل شغل كبير جدا كده، هو الجهاز المعاون واللعيبه رجاله، عملوا ماتش كويس قوي كلهم بصراحه، وبحيي احمد طبعا هو خد احسن جول، ربنا يوفقه يا رب ويطلع ان شاء الله، يعني ابوه كان جامد جدا ان شاء الله يطلع احسن منه باذن الله، واللي جاي احسن يا رب ان شاء الله. عندنا برده 2006 هيرحب يطلع بطوله كاس العرب برده كمان شهر كده، الشهر الجاي ان شاء الله، فربنا يوفقنا ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله الافضل لكل المنتخبات. بكره يعني بكره عندك جلسه مع المدير الفني، هل اكتمل الجهاز الفني بالكامل؟ وهل اسامي المدربين العام اللي احنا بنسمعها دي اسامي مظبوطه؟ وهل المدير الاداري فعلا خلاص انتهيته من اختياره؟ يعني بنسبه كبيره. انا بكره دي قاعده وديه يعني، بس عشان راجل بقول انا 5 ايام فاتوا كان في اسكندريه، كان يعني الحظ كويس، كان في 4 5 ماتشات في اسكندريه الاسبوع اللي فات من يوم الخميس ليوم الاحد، واحنا قاعدين فراجل اتفق ان هو هيطلع اسكندريه يشوف يشوف الماتشات دي، وفي نفس الوقت يقعد مع الانديه اللي كانت خلصت ماتشاتها او اللي عندها لسه ماتشات بعد شويه، وفعلا راح زار فارك وزار الاتحاد وزار سموحه، وراح شاف الماتشات كلها اللي كانت في اسكندريه في الوقت ده، وطبعا حاج عامر اضمن صداره اتحاد الكوره طبعا كان هو اللي يعني معاه خطوه بخطوه، وعمل مجهود كبير جدا جدا، وقعد امبارح قعده كبيره جدا على شكل الدوري السنه الجايه. فاحنا بنقعد يعني بكره هقعد معاه بس يعني اعرف بقى الدنيا هو شايف ايه، وبرضه بعد ما قعد دلوقتي شايف بشكل كبير يعني اقعد اتكلم في حاجات عاديه مش حاجات جوهريه قوي يعني، بس انا ببقى يعني ببقى معاه واحده بواحده على طول يعني شوف الدنيا فيها ايه يعني. طيب هل خلاص الراجل استقر على المدرب العام او المصري اللي معاه؟ يعني تقريبا خلاص يعني بنحط له كام اسم كده وهو هنشوف السيفيهات بتاعتهم وبتاع معاه، وان شاء الله ما بقاش في مشاكل يعني. بالنسبه لمدير المنتخب برضه خلاص استقر. الاسامي يا كابتن حازم اللي بنسمعها دي اشاعه ولا في الجيم؟ يعني عادل يعني مصطفى، محمد يوسف، في اسامي ما طبعا بتروح موجوده اكيد، ف يعني نشوف بس الدنيا ان شاء الله ايه اللي هيحصل معاه يعني باذن الله ان شاء الله. لكن هو راجل مبسوط الحمد لله جدا بزياره اسكندريه بالمستوى الشاف في بعض الفرق، بكره هعرف ديتيلز يعني، لكن هو ان جنرال مبسوط يعني، ويعني مبسوط جدا مع في التنظيم اللي هناك، في الحاجات اللي راحها، اختلاطه مع الانديه والمدربين شكلهم عامل ازاي، لكن هو بالتليفون لسه هقعد مع بكره بقى اعرف كل حاجه معايا يعني. المدير الاداري خلاص استقريته؟ بنسبه كبيره خلاص ان شاء الله. يعني هل في بس يعني عايزين يعني كله مع بعض في وقت واحد ان شاء الله يعني. انت كابتن يعني خلاص استقرينا كلنا على حد معين ان شاء الله يكون موجود باذن الله. انت مش جاي يا كابتن حازم في اي مصلحه؟ خلينا بقى نعمل كله مع بعض ان شاء الله، مفيش حاجه بتستخبى في مصر يا سيدي. ليه؟ مفيش حاجه بتستخبى، كلكم بتقعدوا تقولوا الاسامي كلها يعني، كلها ناس افاضل يعني. يعني حضرتك داخل وانا عمال اقول لحضرتك وبتاع كابتن حازم، وبعدين كلكم بقيتوا بتقولوا لا يعني بقيتوا كلكم بتقولوا كده. انا قلت ده انت اول واحد قلت على غرابة. ان شاء الله باذن الله يكون اضافه كبيره في المكان ده ان شاء الله يا رب. جلاتنبرج بكره قاعد معاه برضه، جه امبارح، جه الفجر اول امبارح يعني، جه امبارح حسيت انه بس يريح شويه، بكره برضه هقعد معاه. هنبتدي نشوف الورك بلان اللي حاططها ايه، هو طبعا انت جاي فاضل 6 اسابيع على الدوري، هو هيشوف طبعا الدنيا فيها ايه. طب هو بس هو عشان احنا بس نوضح للناس، الراجل ده هيشتغل من الموسم اللي جاي صح كده؟ اكيد طبعا اكيد. بس هو لازم عشان يشتغل الموسم الجاي يبقى عارف الموسم ده فيه ايه وشايف ازاي، ويبتدي يشوف يتحرك من دلوقتي، لان يعني انت مش هتجيبه الموسم الجاي قبلها باسبوع تقول له يلا اشتغل، فمش هيبقى ملاحق طبعا، هيبقى عارف حاجه يعني. فهو من دلوقتي يعني، هو من بقى له اسبوع بيتفرج على الماتشات وشاف الحكام يعني، جيت اتكلم معاه
على ماتشات النهارده بيتكلم كويس على الماتشات النهارده الحكام ان هم فت وكويسين ومركزين. برضه مش ديتيلز لسه هتكلم معاه ديتيلز، لكن هيقول لي بكره البلان ايه اللي هيشتغل بيها من بكره او من بعده، وايه اليه التطوير وايه اليه الشغل اللي هيشتغله، ونبتدي بقى نشتغل ان شاء الله يعني. طيب السؤال يا كابتن حازم، ايه علاقته الراجل بالاتحاد اليوناني لكرة القدم؟ هو مستشار لرابطة الأندية في اليونان، مستشار زي ما أنت بتعين مستشار، بس هو شغله معانا هو كلها حاجات استشارات، وهو كان قايل لنا عليها في العقد معانا إن هو هيبقى مستشار لرابطة الأندية اليونانية، وكلها حاجات مش محتاجة إن هو يروح يعني من خلال الزوم ميتنج، من خلال الحاجات دي، لكن هو هيبقى مقيم في مصر وشغله الشاغل هو يعني الحكام المصريين. طيب هل يا كابتن حازم يعني في حديث ان اللجنه دي تكون معاه السنه الجايه او كابتن عصام عبد الفتاح يكون معاه؟ طب انت عارف كل سنه موسم بيخلص اللجان بتتعمل من اول وجديد يعني. بتتعمل يعني بيقدموا اعتذار قصدك وبعد كده تاخد القرار؟ اي لجنه طبعا اي لجنه بتبقى في نهايه الموسم بتتعمل، يا اما بتتعاد تاني بنفس تهيئتها لما بتغير فيها، لا اما بتغيرها خالص بتسيبها زي ما هي بتعاد تشكيلها يعني. مدة عقد الراجل ده قد ايه؟ سنة واحدة؟ سنة طب هل بص يا سيف، اصل هو تجربة جديدة بالنسبة لنا، احنا الناس كلها يعني دايما شايفين فكرة التحكيم طبعا ناس هو اضعف حلقة عندنا، الناس كلها بتقعد تلون الحكام ده اهلاوي ده زملكاوي، شايف الفترة اللي فاتت كمية الخلط، فاحنا بنحاول ان احنا هل احنا ماشيين صح؟ ما ساعات كلنا بيبقى في نفس الفيل، فمش ممكن ما نبقاش شايفين قوي كل الحكام وكل رؤساء الحكام طبعا اللي بيجوا مصر او اللي عندنا اشتغلوا، كابتن عصام كابتن جمال كلهم ناس اساطير، كلهم ناس محترفين جدا وعندهم نولج كبيره جدا، لكن ساعات بيبقى ممكن محتاج برضه حد من بره شويه، ممكن يبقى يدي حاجه اكبر شويه، يدي حاجه احسن شويه، يدي حاجه مختلفه شويه يعني. انا فاكر تراتنبرج لما جه من شهر لما قال على موضوع المحادثات في الفار انها هيبتدي ينزلها السنه الجايه، في ناس هجمته جامد جدا، النهارده الاتحاد الانجليزي بيقولوا هينزلوها، الاتحاد الايطالي بيقولوا هينزلوها، فهو راجل مع انه لما قال ده من شهر ان الناس المصريين طلعوا هجموه، قال لك ما ينفعش والبروتوكول وبتاع، فممكن ما يبقوش مطلعين قوي على الفكره يعني. ففي حاجات صغيره او في حاجات هو ممكن تكون عنده، ده لا تخطيط مش تخطيط من اي حد، من دي مدربين اجانب مش بيقللوا من حد مصريين يعني، بالعكس المصريين ممكن يتعلموا من الاجانب في حاجات صح، والمصريين يعلموهم حاجات يعني، فالموضوع صح. يعني مش هو تقليل، ولكن هو تجيب حد بيطور لك فكره، والله مشي كويس لقينا الموضوع بقى كويس نستفيد منه بقى ونشتغل على اللي هو عمله. احنا بنحاول يعني بنحاول ان احنا نساعد في الفكره بتاعت ان الناس ما تبقاش دايما شايفه ان التحكيم فيه مشكله، فانت بتحاول تعمل اللي عليك. صح بس طيب، بس الناس تساعدنا يعني. طيب كابتن حازم، فيتوريا هيبقى الجهاز الفني فيه واحد مصري، المدير الفني المنتخب الاولمبي هيبقى الجهاز برازيلي بالكامل ومعاه مصريين برضه، لازم يبقى في حد مصري مع كل حد. عدد واحد برضه ولا هيبقى اكتر مصري؟ ممكن البرازيل عشان البرازيل هو جايب معاه يعني كابتن بركات، طبعا بحييه على التعاقد وقت كويس جدا، وراجل كبير راجل محترم وراجل واخد جولد ميدال في الاولمبيكس قبل كده، فحاجه كبيره يعني. معوش يعني مش معاه نفس العدد بتاع فيتوريا، فممكن يستحمل واحد او اثنين مصريين يعني، او اثنين مصريين بس طبعا معاه يعني في مدرب حراس مصري، في مدرب مساعد مصري، ممكن يجيب واحد ثاني برضه معاه مساعد يعني مدرب اصغر شويه، لسه هنشوف يعني، لكن حاليا هيبقى مدرب حراس ومدرب عام او مدرب مساعد. هو بس المهم يا كابتن حازم ان في يعني كوادر اشتغلت في المنتخبات صغيره زي شاوي وائل رياض، عدد كبير يعني لازم يكون هو ليهم. هو بس المنتخب الاولمبي ليه بس حيثيه شويه، لان المنتخب الاولمبي وقته مضغوط شويه، والمنتخب الاولمبي مش زي المنتخب الاول كل الفرق اللعيبه متاحه، انت عايز حد برضه يبقى عارف اللعيبه مين بيلعب فين، فدي برضه هتبقى عايز حد يشتغل في المنتخب الاولمبي قبل كده، فكابتن وائل يكون موجود عشان هو اللي عنده النوع كله. كابتن معتمد بيشتغل مع كابتن شوقي خلاص في الجهاز المقاولين، بحييه برضه، معتمد من ناس كبيره جدا ومدرب كبير جدا جدا، فممكن يبقى كابتن وائل هو اللي مع الراجل برضه، كابتن بركات هو اللي هيتولى هذا الموضوع يعني. وائل الحقيقه كادر محترم جدا. ان شاء الله باذن الله يكون اضافه.
حبيبي يا كابتن مصر. في اي حاجه تانية جواك عايز تفضفض بيها ولا كله بكره؟ ادعي لنا يا كابتن سيف، ادعي لنا بس ولا, ولا كله واكلمك بكره. لا والله دي الحاجات كلها نحاول يعني من وجهه نظر ان احنا نعمل حاجه كويسه للكره المصريه وبتطلع صح ان شاء الله وبتطلع بصراحه. حازم يعني مجهود يعني. مجهود كبير ليكوا كلكم يعني، مجهود ليك انت في الملف وكابتن بركات وكل اعضاء مجلس الاداره، ما هو كل واحد في ملفه يعني، قصدي مجهود كبير. انا برضه حي محمد ابو الوفا الكره الشاطئيه تاهلت النهارده امبارح، فيعني كل الناس شغاله. لواء حلمي طبعا كان مع منتخب الشباب عامل شغل كبير جدا، خالد برندلي قيمه وقامه كبيره جدا 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 يعني، استاذ ايهاب الكومي حاجه كبيره، كان مع منتخب كابتن وهبه في السعوديه وكسبوا برضه ماتشين. مش عايز انسى حد يعني. دينا ما تنساش دينا. دينا طبعا، دينا الكره النسائيه ماسكاها بشكل كويس قوي. رانك احنا كنا حاجه و90 طلعنا 2 او 3 رانك معاها برضو، وعايز اشتغل على الحته دي اتعلي رانك بتاع الكره المصريه النسائيه شويه. فيا رب يعني ربنا اكيد هنغلط بس يعني بنحاول يعني. ان شاء الله ربنا يوفقكم وان شاء الله باذن الله الافضل ليك وللكره المصريه في اللي جاي. اشكرك كابتن حازم. حبيبي يا كابتن مصر. اشوفك على خير، بشكرك شكرا جزيلا كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري.